الحقيقة أخي أبو فخري الله يرحمه ما كان يخبي علي شي منوب، كان دايما يحكي لي على كل شاردة وواردة وعلى كل صغيرة وكبيرة، حتى قصة جوازك من بنته ميادة. صدقني يا أبو زهدي، صدقني الرجال كان بيعزك كتير وكان ناوي يقعد معك ويخبرك بكل شي بمجرد ما نرجع من سفرتنا الأخيرة، لكن رب العالمين أخذ أمانته. رحمة الله عليه. تعيش يا ابو زهدي، تعيش. شوف أخي أبو ممدوح، أنا سمعتك وفهمتك منيح وعرفت تماما لوين بدك توصل. شوف أخي، بالنسبة لمرتي ميادة الله يشفيها ويعافيها ويعافي كل موجوع. آمين اللهم آمين. أنا لا يمكن أتخلى عنها أو أني طلقها بهالبساطة، رح تضل مرتي على سنة الله ورسوله طوال ما هي مريضة، وراح اضل اصرف عليها واعرضها على الدكاتره طوال ما انا عايش. بركي لعل وعسى رب العالمين شفاها ورد لها صحتها وعقلها. فاذا سبق وحكيت وهددت اني بدي طلقها، فهالشي حكيته بوقت غضب وزعل، بعدين ليش شو بدي طلقها؟ المسكينه ما لها ذنب، ما لها ذنب بكل اللي صار، كل الحق على قليلين الوجدان يلي طمعوا فيي وبمصاريي. على كلين انا رح اخليها عندهم بالوقت الحاضر مشان ينتبهوا لها ويديروا بالهم عليها، لانها ما بتنترك لوحدها، ورح اضل اتردد عليهم واعرضها على الحكمة وعلى الدكاترة لحتى الله يفرجها. اصيل اصيل وابن اصول يا ابو زهدي. هذا من لطفك. المهم اخي بمدوح، اذا هالحرمة طابت ورجعت مثل ما كانت وأحسن، رح أقعد معها بعرض عليها الموضوع بكل بساطة وبكل هدوء. إذا حبيت تضل على زمتي، بيتي وقلبي مفتوحين إلها وبرعاها بعيوني التنتين. إذا حبيت تطلق بحقق لها رغبتها وبعطيها كامل حقوقها الشرعية وكل شي سبق سجلت لها إياه باسمها. الله معها. أنا لا يمكن إجبرها تعيش معي غصبا عنها ولا دقيقة واحدة. كلامك جواهر أخي أبو زهدي، وبارك الله فيك والله يكتر من أمثالك. فعلا صدق اللي قال، إن خليت خربت. ماشي الحال، كله خير كله خير. يسلم ذياتك يا ابني. تفضل أبو زهدي. بإيدك والله. ما بصير مشان غيرك. تفضل تفضل. يسلموا ذياتك. ذياتك. يسلموا. الله يقدم لي فيه الخير. آمين. أمي لقيتها. ميادة 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 ميادة. أمي أختي ردي علي. ميادة حاكيني. ميادة أمي تقوليني. احكي يا أمي احكي. يا أمي يا أمي حاضر اختي حاضر، راح اجيب لك. قولي لي 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 غريب، وكيف قدرت توصل لهنيك؟ ما بعرف، صدقيني حالتها بتقطع القلب. الله يكون بعونها. حاولت اقنع امي كثير انه ندخلها المستشفى، رفضت. الولد غالي يا فخري. صحيح، بس شو طالع بايدها او بايدنا؟ المستشفى اضمن لها، هنيك في معالجه ومراقبه وعنايه مشدده. هالمره هربت وقدرنا نلاقيها، المره الجايه الله بيعلم شو بده يصير. يا ابن الحلال، ما بيصير غير يلي ربنا كاتبه. ونعم بالله. امشي النام لانه انا تعبان. بكير لسه. بدي فيق بكير مشان السيد رمزي. وشو برمزي كمان؟ عجيب امرك يا مرا. ما سمعتي امي شو قالت؟ اكثر ايامه عم ينام برات البيت، ولما بيجي بينام بالبيت بيجي اخر الليل، وبيفيق الصبح بكير وبيطلع من البيت قبل ما حدا يفيق منهم. مشان هيك بدي الحق واشوف وين عم بيروح.
لكان نحن ليش نايمين اليوم ببيت أبي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. غريب، وين عم ينام؟ ما بعرف. تصبح على خير. وأنت من أهله؟ يلا أمي يلا، حضري الأكل، خلي ولاد أخوك يفطروا. أمي، أكل الكون جاهز.